دكتور شيماء فؤاد، مدرب معتمد من مؤسسة دولية، مدرب اكتساب ذهني. اتشرفت النهارده طبعا بالندوة ان انا اكون فيها من فريق التنظيم. ان شاء الله تكون ندوة مفيدة للجميع وتكون موفقة، الحضور لا بأس به تمام، جميل جدا، وان شاء الله كله يستفاد من الندوة. طبعا الندوة بعنوان أسرار السعادة، وجزء منها اخذناه قبل كده، وان شاء الله نتشرف بيكم النهارده في قصر ثقافة الشاطبي، وعلى خير ان شاء الله.